سمت مشاركتنا جميعا كتيار كتكتل تغيير وإصلاح. الكلمات التي ألقيت بالمناسبة كانت باسم الأحزاب الأرمنية التشناك والهانشاك والرامغافار، بالإضافة إلى كلمة الطوائف الأرمنية ألقاها مطران الأرمن الأرثوذكس كيغام خاتشاريان. وركزت الكلمات على ضرورة الاعتذار التركي عن الانتهاكات في حق العرب والسوريان والأرمن، مشيرة إلى الاتفاقات العسكرية والعلاقات السياسية الإسرائيلية التركية. الاعتصام الأرمني لم يمر على خير مع القوى الأمنية التي حاولت منع المعتصمين من تمزيق صورة لأردوغان رفعت في ساحة الشهداء، فحصل تدافع وضرب بالهروات تدخل على أثره النائب أغوب باكرادونيا، فيما تمكن عدد من الشبان من تمزيق صورة الطيب أردوغان وسط تصفيق الحشود التي رأت من المهين رفع صورة لرئيس الوزراء التركي في الساحة نفسها التي أعدمت فيها تركيا المثقفين والسياسيين اللبنانيين. إردوغان إيتش كورتزونيس لبناني ميتش، سؤال تطرحه الأحزاب الأرمنية في لبنان، وهو يعني إردوغان ماذا تريد من لبنان؟ هي خطوة اعتراضية عبرت عنها الأحزاب الأرمنية من وسط بيروت. من ساحة الشهداء، جابرييل مراد، أو تي في. من الأرمن إلى ساحة الشهداء للاحتجاج على زيارة رئيس الوزراء التركي إلى بيروت. الأحزاب الأرمنية الثلاثة شاركت، الإكليروس نواب ووزراء حاليون وسابقون، تضامن معهم نواب تكتل التغيير والإصلاح وقيادات مسيحية معارضة. الاعتصام الذي أحيط بإجراءات أمنية مشددة بدأ بمواجهة بين المعتصمين. Barsa sir avasak nukor